ربنا هيعوض عليكي، ما تقعديش تشيلي وتحطي لا جيلك سكر ولا ضغط. في ايدي يا اختي، اشمعنى ده اللي مش حقيقي؟ مفيش في ايدي حاجة، امري الى الله. خلاص يا ام النبي بقى، هو كان ايه اللي حصل يعني؟ هو احنا مدلنا ميت؟ يوم الجوازه مش هتقف على القرب. بس يا بنتي بس وانت فقريه كده قولي ما بتجيبيش. طيب روحي اعملي شاي السواق. حاضر يا ام. ماشي. شاي ايه يا اختي؟ هو موته خراب ديار. انا ماشي وان شاء الله ربنا هيعوضني. انا مش طايقه روحي، مش طايقه روحي. امسكي فلوسك بدل ما احطهم على وشي ولا شق هدومي. بس يا مره يا خايبه الناس لبعضها. يا صفيه يا مصباح دي الحاجه زينب مرات الاستاذ تمام. صفيه افتحي. اتفضلي يا خالتي. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اهلا وسهلا. سلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك سعديه؟ ازيك صحتك؟ ازيك يا اختي؟ خليكي يا اختي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا اختي؟ اهدى. ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ مالك شايله طين على دماغك كده؟ لما توحد ربك يا وليه. محمد رسول الله. نصيب يا اختي، نصيب يا اختي. قولي الحمد لله. حرام عليك اللي انت فيه ده، عامله في نفسك كده ليه؟ معلش غصب عني، والله انا زعلانه على روحي، انا زعلانه على البنت اليتيمه دي. ومالها البنت؟ ما باسم الصليب عليها زي القمر اهي، والواد بيجري وراها بالمشوار. يا اختي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، زي الفل اهو. يا عبيطه يا عبيطه، ده قضى اخف من قضى مستخب. احمدي ربك عليه. حمدا وشكرا يا اختي. يا سيدي الشاي. الف حمد وشكر. الحمد لله يا اختي. خدي خدي يا صفيه. يوه مش عايزه فلوس من حد، انا مش عايزه فلوس، ما حد يشيلي ويديني فلوسك تقعدوا معايا. انا مش عايزه مش عايزه انا مش عايزه حد. يا اختي الولايه المجنونه دي، ما تعقلي يا وليه وتسمعيني كويس، جرالك ايه؟ يا حبيبتي احنا مش بنديكي حسنه ولا حاجه، الاستاذ تمام هو اللي قال لي اديكي الفلوس بتاعه الشهر كله، فيها حاجه دي؟ ما تتكلمي يا سعديه. ما انا ريقي ناشف معاها من صباحيه ربنا، هي اللي وليه عبيطه. خدي يا اختي، خدي يا حبيبتي، ده مقدم الشهر كله، خدي. الشاي يا خالتي زينب. تسلم ايديكي يا حبيبتي، ما تحرمش يا غاليه. الله عزيزه هيتجوزوا على يا اختي، يتجوزوا على الارض، ده هيموتوا ويتجوزوا. ده هيتجوزوا على روحهم. انت يا ولية عجبتي ونسيتي. طب صدقيني اللي انا مغنيه لهم بالغيظه فيه. ما اعرفش ادق الكزبره، ما اعرفش ادق الكزبره، وصباح دي حته سكره، وصباح دي حته سكره، ساعة الغسيل تعبانه، ساعة الغسيل تعبانه، بيتا ولا بيتا. بيتا بيتا نيل، قفل الباب عليا ليه بس؟ الو بيتا، انت سايبني ليه يا بيتا وقافل عليا الباب؟ يا صاحبي انا مصدع قوي، عايز تذكره بسرعه والنبي يا زميلي. تعبان قوي يا بيتا. سلام يا زميلي.
جمال جمال صحيت بدري كده عجلين صدعوك ولا ايه؟ لا ابدا تعبان شويه. لا الف سلام اقعد ارتاح. ها اصطبح انا عاوزك يا معلم تحت امرك يا اخويا. يلا اطلب لك شيء من القهوه؟ لا معلم انا تعبان قوي. تعبان ايه؟ الف سلامه ما انت زي الفل اهو. شاي ولا بحلم بكوابيس بقوم من النوم مفزوع خايف على الواد جمال والبيت والورشه خايف يحصل لي حاجه يا معلم. بنت اختي تبهدل الواد ابني والواد عبيط ينضحك عليه. يا عم ما تقلقش الواد زي الفل العيال كويسه بس هم يبطلوا الكيف اللي بياخدوه ده. مش عارف اعمل فيه ايه يا معلم. ما قلت لك جوزه. جوزه ايه بس يا معلم؟ اجوزه ايه؟ اجيب له واحده في البيت يسيبها لي؟ اذا كنت انا من امبارح لغايه دلوقتي ما اعرفش فين اراضيه. اسمع اللي اقول لك عليه. شكرا. انت تكتب له البيت والورشه باسمه زي ما عمل ابوه. يعني انت شايف كده؟ ايوه اكتب له الورشه والبيت على حياه عينك وريح دماغك من الكوابيس. يا اما بقى ايه تشوف بيت تضطر البيت يا انت تتجوز يا تجوزه هو. بس يا معلم انا نفسي اتسدت عن كل حاجه. يا عم روق في ايه؟ الله غير الصمت. الولا بلبل الله يحرقه هو اللي جاب لنا تعبيره حزينه. ما تقوم تفتح الورشه توكل على الله كده وتشوف نفسك مالك. معلش يا معلم دوشتك معايا. لا يا عم ده احنا اخوات ما تقولش كده. طب خد الشاي ده معاك. انا هاخد الشاي الثاني. يلا خده معاك على الورشه. لا اله الا الله. شاي على يا هلا. حياك حياك. لا اله الا الله. عسى ما شر يا حجه. ايش فيك؟ كنت نفسي سيدي يبقى معانا وكان كان له لقمه. الله يرحمه. العم سيد الحين في دار الحق. ما خلاص يما واحنا جايين نبكي الراجل. خلاص يا بنت خلاص خلاص. قول لي يا اخويا. نعم. انت مش لابس البتاع الابيض بتاع بلدكم ليه؟ ده اللي يشوفك كده يقول ان انت واحد مننا. ان شاء الله انا واحد منكم. الحقيقه هذا اللبس اطلع فيه او اطلع في الزي الكويتي عادي. يا عيني على امهاتكم زمانهم ايديهم اتهرت من كتر الغسيل. يا حجه الغسالات دخلت الكويت من زمان. يما يا بنت اسكتي يا بنت. وين قلت حاجه غلط ولا ايه؟ هي الواحده تحس ان الغسيل كده بقى ابيض ومزهزه الا لما بتقعد تضحك فيه كده وتمرش فيه كده. يا سعاد خلي الحجه على راحتها. وحضرتك عندك شغل في مصر يا استاذ صالح؟ والله تبين الصج انا ما عندي. حياكم تفضلوا. أنا ما عندي شغل بس أنا جيت مع المرحوم الله يرحمه. تفضل يا حجة تفضل. ماله يا أخوي؟ صحة وهنا. الله يخليك. بس لما جيت عاد أنا حبيتكم وحبيت الحارة وحبيت أقعد معاكم. إيه يا سعاد يعني أنت خلاص مليتي مني؟ تبيني أمشي؟ حضرتك بتقول إيه؟ هو في حد دخل علينا غيرك من بعد أبويا ما مات؟ الله يرحمه. والله الود ودنا يعني كده إنك تقعد معانا على طول. ده أنا هعمل لك دقية بامية مش هتاكل زيها إلا من إيد خالتك أم سعاد. خالتي ام سعاد؟
مين خالتم سعاد؟ انا يا اخويا. طبعا طبعا يا خالتم سعاد، لازم لازم اكل من ايدك. هنستناك يوم الجمعه، يلا يا عيال بقى عشان نمشي. يلا فين يا سعاد؟ ايش فيكم مستعجلين؟ انتوا ما قعدتوا اصلا، قعدوا تو الناس. لا كفايه بقى على كده، يلا يا عيال. حياكم الله. يا هلا. هنستناك يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله. لا انا اقدر معي شرب العصير اول، بس لما كنتش تحلف اقعدوا يا عيال. اتفضلوا اتفضلوا. هاتي يا اختي. خد يا بنت، خد يا واد، وانت يا واد. ما جبتش واحده للبهر يا بنت؟ لا لا انا شكرا سنة، انا مش عايز. يا بنت ما تشربوا وتسكت. صح وهنا، اتفضلوا يا سلام، البيت بيتكم. والمادة سابقة الذكر من قانون التعويض توضح إن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر كما لاحقا من أضرار جسيمة، سواء في جسده أو ماله أو إصاباته الجرح. بس بس يا أستاذ، أنت جاي تذاكر هنا؟ أنا يا أخويا مش فاهمة منك ولا كلمة. اسكت أنت يا سعدية. أسرع يا أستاذ، هناخد كام بعد كل اللي أنت جريته ده؟ أنا معرفش أحدد لك كام. المهم أنت دلوقتي تعمل لي توكيل رسمي في الشهر العقاري عشان أقدر أتحرك. إحنا يا أستاذ مش هنعمل توكيل لحد. أمرك عجيب قوي ياما. ما أنا مش فاهم يا أستاذ. هو مش القطر اللي اتسبب في شلل ده بتاع الحكومة؟ أيوه. خلاص يبقى احنا نستنى الحكومة لما تصرف التعويض على راحتها، ولا نروح ولا نيجي. شكرا يا أستاذ. الله، يعني انتوا لا ترحموا ولا تسيبوا رحمة ربنا تنزل؟ وانت محموق قوي كده ليه؟ انت مالك؟ الله، مش بنتكوا دي ولا حق عليكوا؟ يعني ايه يا صبح؟ عايزها تورثني في شلل يا ابني؟ مش عندها فلوس وعيال ومدارس ومصيبة سودة قدامك اهي، وربنا فتح عليكم بيرشين، مش عاوزينهم يدوهم لبنتكم، هي اولى. ايوه ايوه بعبع، هات اللي في بطنك. جاريك ورمحك ده كله مش عشان خاطرنا، لا، عشان طمعان في القرشين بتوع التعويض بتوع الغلبان. لا 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 لا، اشبعي بيهم يا اختي، بس لو عرفت تجيبيهم. يلا يا بنت، يلا يا استاذ اتفضل. والمسيح الحي ما انت داخله البيت ده تاني، شفت امك؟ مستخسره فيكي وفي عيالك مليم احمر. يلا يا بنت قدامي، يلا. سلام. يلا بلا سلام بلا كلام، يلا. ده انت عبد فلوس. عشان تبقى تصدقني يا ماهر، لما اقول لك الواد ده ما يعملش حاجه لله ابدا. بقى مش لو الواد عادل كان عايش معانا دلوقتي كان قطع رجلي من الكلب ده من هنا، وكان بقى في ظهرنا بدل ما انا وانت قاعدين كده من غير سند. اسكت يا سعدي، اسكت. احنا لا محتاجين عادل ولا صبح. جيش من وراه خير وجع القلب. اتفضلي الجري على البيت، والمسيح الحي مت معتبها تاني. يلا يا بنت امشي الجري. يا استاذ ما ينفعش نرفع احنا القضيه لغيره. ازاي؟ مفيش صفه قانونيه، لازم توكيل. ولا حتى بنته نقدر نعمل لها توكيل ده؟ ما ينفعش الا صاحب المصلحه. ايش فيكم ما تاكلون؟ الاكل مو عاجبكم؟ مش عاجبنا يا خرابي، ده كفايه شكله يا اخويا. بس احنا يعني كتير قوي علينا ده، ده احنا يا دوبك بناكل لقمه صغيره كده زي العصفوره. يلا يما يلا. يلا اكلوا وبدون خجل، البيت بيتكم وحياكم الله. شكرا. عفوا، بس دقيقه تليفون. اتفضل اتفضل. هلا يبا. يا يبا ايش تبيني اسوي؟ ماكو حاج لا على الكويتيه ولا على المصريه. ما في، ماني لاقي حاج. شلون هيك؟ يا يبا ايش تبيني اسوي؟ اقول لك ماكو حاج، يعني اي الكويت ماشي؟ حاضر على امرك، افهمني بس، افهمني لو سمحت يا يبا. القى حاج انا عندك. ان شاء الله، حاضر، ما يصير خاطرك الا طيب. مع السلامه. تعال يا بنت. اسف يا جماعه. كان في تلفون مهم. حياكم الله، يا هلا، تفضلوا تفضلوا. البيت يعني بيتكم بدون خجل. ايش فيكم ما تاكلون؟ الاكل مثل ما هو يا اخويا. السفرة دايما يا اخويا. عليكم بالعافيه. مش كفايه يا امه؟ ها؟ مش كفايه؟ كفايه الحمد لله، شبعنا. صحه وهنا. الله يخليك. ممكن نغسل ايدينا؟ طبعا طبعا، تفضل.
روح يا اخويا. اتفضل. شبعت يا واد؟ يلا يا عيال. تعالوا يا ولاد. ده حمام ده ولا اوضه نوم؟ ولسه انت شفت منه حاجه؟ بس الصراحه بقى اخوك عنده حق. ليه ياما؟ ليه؟ احنا يا اختي ردنا العزومه وشكرا لحد كده، احنا عايشين في حاره وسط ناس. بس هو الراجل كويس وما شفناش منه غير المعروف. ما حدش قال حاجه، لما يجي ما تمسكيش فيه قوي كده عشان نقطع بقى حبل الوصال. احنا يا حبيبتي عايشين من غير راجل، واخوك زي ما انت شايفه طول الليل والنهار بره تقريبا كده عايش بره. مش عايزين حد يجيب في سيرتنا. الناس يا اختي لسانها ما بيسكتش. عندك حق يا امه. حسب يا اهو بس بس مية مية. ايه رايك في الترويشه دي؟ حمام زيت طقم الوكاله مية مية اصلي. حلو المنظر؟ هو حلو بس انا مش فاهم اي حاجه. طب تعالى تعالى ماشي. بص ايه ده؟ ده انا اهو. ده كاميرا دي ولا ايه؟ ايوه هي بقى هتشوفني كده ورا المنظر ده وشويه مزيكا نعمي بقيت واد من المهندسين. ده انت فظيع يا خيب عقلك. امال قوم يلا قوم. ماشي تفكرني زيك اقعد ارغي في شعر واحاسيس. احنا عيال مخلصه بتجيب من الاخر. طعم جديد؟ قصه جديده؟ عداله. في ايه يا حبيبي؟ خالص عادي بتقولي تعالي كلمها بسرعه. ليه في ايه؟ تعبانه قوي. يا لهوي ده يكون جالها انفلونزا طيور. ام حموده خلي عينك على الفرش على مرجع. سلامتك يما. سلامتك يما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي اسم الله. يا جالها ساعتين مرميه رميه سودا ما حدش عارف فيها ايه. شر. انا خلاص بقت كويسه. تبين من اول امبارح انك تعبانه. بنت يا صباح نادي على عبد الله يجيب التاكسي نوديها اي مستشفى. لا 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 استنيدوني اطلع بره اخد التاكسي. انتي قادره تتنفسي لما هتمشي؟ امال انتي فين؟ ما تجيبليش سيرتها. حاضر. ما تجيبليش سيرتها. حاضر يا بنتي. حاضر. يا اختي سلام. حاسه بايه بس؟ جنبي يا صفية. ما هو تلاقيكي بطلتي تاخدي الدواء. انا جسمي نحس من كتر الدواء. الله شر عليك ما بعتليش ليا ماهر. ما بعتليش. اعمل ايه ماهر مش راضي يا صفية؟ وانا لو لابس صحتي كنت شلتها على كتفي ورحت بيها على المستشفى. يلا 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 بيزمرها. على راس الله. بسم الله. بسم الله. على مهلك يا اختي.
خدي بالك منها يا صفية. اه ما تخافش يا ماهر، ما تخافش، انا كويسه. مستنيك يا اختي. انا راجعه لك على طول يا حبيبي. نورتك يا اختي. بسم الله عليك. بعد الشر عليك يا حبيبتي، بعد الشر عليك يا اختي. شده وتزول، بتدوس بنزين شويه عبد الله. حاضر يا حماتي، بس العربيه تعبانه والله، تعبانه على اخر. بنتك دي مالهاش حق، والله مالها حق. ما تجيش تسال عليك انت تعبانه كده. ايه دي قلبها؟ ايه دي؟ اشحال لو ما كنتيش صالحتي جوزها. ده حرامي، ده مصالحنا عشان فلوس التعويض. اسكتي يا اختي. خدي، ربنا موجود يا حبيبتي. يا اختي انت كمان في ايه ولا في ايه؟ امسكي يا سعديه، معايا فلوس. والله ما خدتيهم، رجلي من مخطبه بالمستشفى. ما تحلفيش، ما تحلفيش، دماغك حجر عارفه. حاضر يا اختي حاضر. بدوس يا عبد الله. بدوس والله بدوس. اعمل ايه؟ ان شاء الله العدوين يا اختي، ان شاء الله العدوين. سلامتك يا اختي. الف سلامه يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحت يا اخويا عايزين تشتري الكشف. لونز الطيور؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. شكرين شكرين. عبد روح اجيب التذكره معاك. حاضر. تعالى خد فلوس. معايا معايا. تعالى قعدها يما. تعالى تعالى مهلك يا حبيبتي. انا مؤاخذه معلش. اقعد يا خالتي. يا نهاري سعديه، قومي يا خالتي. تعالى يا ستي، مهلك يا ستي. بس مش عارفه اشوف ولا دكتور. تذكره فين؟ تعالى اجيب لك التذكره. محمد محمد. اه محمد. يلا يا اختي. الله عليك يا اختي. سعدي، بسرعة بسرعة. هل خدمة أنا حضرتك؟ لا، اتكل على الله. ربنا يشفيك يا خالتي. مش فيها يا صباح، بتاكل محشي بقالك 50 سنة، هو في بطن تستحمل الكرنب ده كله؟ نبي غلبانة يا عبد الله، لا عيل ولا تايل يقف جنبيها. حتى ناديه دي كمان اللي لسه جوزها مصالحها حلف عليها ما تخش بيتها. ابننا عادل ده مستخسر فيها حتى التليفون. هي دي مش عادل؟ عارف عادل ده بقى؟ هو كان معايا في المدرسه. الواد ده كان من اشطر الناس في المدرسه، بس خد بعضه وسافر. زهره صباح شطار، بس هم اللي بيسيبوا الحته ويسافروا. هو اللي يهجرهم وابوه في الزمان ده بيبقى شاطر. العيال مفيش في قلوبها حنيه، عمال بس يقاوم على قد فلوس وخلاص. بقول لك يا بنت صباح، انت عارف المستشفى زي دي ممكن تلاقي تحتها تمثال سوق يخلي الحته كلها مليانه فلوس. يا اخويا انت كمان كل حاجه عندك سهله كده. ايه يا بنت في ايه؟ تدخلي لي الخير ولا ايه؟ هو يا عبد الله وما ترميش نفوخك في السكه دي، دي ياما ضيعت ناس. يا عبدو. عبدو حلو عبدو ده، بتقولها تاني. فكر كده يعني، ان شاء الله ان شاء الله من غير مقاطعه، لو ربنا رزقنا بحته عيل هنعمل ايه؟ ولا هنعمل اي حاجه، الرزق موجود ان شاء الله. بقول لك يا صباح، انت مش سمعتي برضه زي ما انا سمعت واحنا صغيرين ان الخرابه اللي في الحته عندنا دي تحتها اثارات؟ نصيب عليا. سمعت وما بصدقش، وانت كمان ما تصدقش. مش معنى ان صاحبك لقى تمثال يبقى انت كمان هتلاقي. خلص الشاي وتعالى ورايا. بص يا استاذ تمام، انا سمعت درسين ليك ومش عاوزك تغير اسلوبك، عشان هو ده اللي الناس عاوزاه النهارده، وان شاء الله هتتشاف كويس، وانا متنبئ لك خير. والله يا فندم، أنا من ساعة ما دخلت هنا والناس اللي قابلتهم كلهم وشوشهم ما شاء الله بشوشة ضحوكة، وسماهم على وجوههم من أثر السجود، يعني بسم الله ما شاء الله الله أكبر، حاجة تفرح بجد. إحنا إن شاء الله هنديلك 5000 جنيه في إعداد الحلقة وتقديمها، ده مش قدرك، لكن إن شاء الله يعني إحنا لسه بس أول مرة والمحطة تحت تجربة. تجربة ايه اللي المحطة تحتها يا فندم؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ده كتير قوي. لا 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 لا، مش كتير عليك يا استاذ تمام، المهم الموضوع هيكون جذاب. لازم تعرف ان مكسبنا الحقيقي في كم المشاهدة، عندنا تليفونات وعندنا اعلانات غير مباشرة، وملناش اي توجيه من اي جهة، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمكم ويبارك لكم ويزيدكم ان شاء الله. والحقيقه سعادتك، انا بس في حاجه جوايا كده عايز افضفض بيها واقولها لحضرتك. انا مش عارف ازاي هشتغل في التلفزيون وانا لغايه وقتنا هذا ما دخلتش التلفزيون بيتي. بص يا استاذ تمام، كلنا رافضين لكل ما يقدم لافساد شبابنا في الفضائيات،
لكن ده مش معناه اننا نكون ضعفة، لا، لازم نكون اقوياء ونواجه الهروب جد، نواجه وننصح ونقدم المشاهدة والمساعدة على قد ما نقدر لكل الأجيال الجديدة والأجيال القديمة. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، كلام سعادتك مقنع جدا، والله هذا هدف نبيل بإذن الله. هات تلفزيون في البيت يا أستاذ تمام وما تخافش، بيتك متربي وعلى أصول والغلط مش وارد. وبعدين يا سيدي لو ده حصل يبقى استعمل سلطتك في الأدب، أنا مش هقول لك. واضح مفهوم طبعا، وربنا يستر. تفضل امضي يا أستاذ تمام. امضي، توكلنا على الله، ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهادي الشيك مقدم، وان شاء الله في اختبار بعد اسبوع، هو اختبار روتيني كده عشان نشيل من عندك رهبة الكاميرا والمواجهة. مبروك يا أستاذ تمام. ربنا يقدرنا ويجعلنا عند حسن ظن سعادتك ان شاء الله. شكرا.